السلام عليكم طلاب ورحمة الله، رجعت وياكم مرة ثانية بفيديو جديد خاص بدورة مراجعة 2021-2022 الطلاب بالخامس اللي هسه نجحوا للسادس. الدورة شلون راح تكون؟ أول شيء سعر الدورة 150,000، 150,000 تتضمن الفصل الأول الخلية، والفصل الثاني الأنسجة، والفصل الثالث التكاثر. مميزات الدورة، اول شيء اشرح لكم على كتاب درار الاحياء على هاي السبوره الالكترونيه الورايه. طبعا بالفيديو ما اطلع لك تسجيل مال الشاشه، لا اطلع عن مقابل الشاشه واشرح لك، ما اطلع لك التسجيل مال الشاشه لان الطلاب تريد المدرس يسوي حركات وما ادري شنو حتى يتفاعل ويا المدرس، يعني هذا التعليم لازم يكون بهالطريقه. شنو مميزاتهم؟ قلت لكم اول وحده ادرس على كتاب درار الاحياء، اعرضها على الشاشة قدام المحاضرة، اشرح منهج كامل على الكتاب كلمة كلمة، اي ملزمة عندك ما له علاقة. انا مو اقول لك اخذ درار الاحياء، بس انا بالنسبة لي درار الاحياء هي الاساس لكل الملازم. ليش؟ لان هي منبثقة من كتاب، حتى اي ملزمة موجودة هي من جاية من اصلها من الكتاب. انا معتمد الكتاب، يعني ما احب اطلع خارج الكتاب، حتى شكله وتصميمه، حتى الطالب شنو يتذكر، انا بهاي الصفحة مثلا قريت كذا موضوع، راح يرجع يربط على نفس الموضوع. طبعا الاسئلة الوزارية كلها مذكورة، واشرح الاسئلة الوزارية. الامتحانات شلون راح تكون؟ طبعا بالاسبوع اخذ 4 محاضرات، محاضرات قصيرة ما تتجاوز النص ساعة او 35 دقيقة. بعد كل محاضرة امتحنك امتحان، بعد كل محاضرة امتحنك امتحان. هذا طبعا الامتحان هنا راح شلون يكون؟ امتحان مو الكتروني، لا، ورقة وقلم قدامك وتكتب لي يا كيت كيت. هسه شلون هاي مثلا عندي ورقة، هاي مثلا تكتب لي هنا وتحل هذا الامتحان قدامك على ورقة وقلم، تكتب بايدك، ما اريدك هاي الاختبارات وهالامور هذه. وراها شو تسوي؟ تطلع تليفونك تاخذ صورة لمن؟ للورقة، تدز لي اياها واني اصححها، كانما مصحح الورقه مالتك قدامي، اصححها عن طريق الايباد. زين، هاي بالنسبه للتصحيح. كل امتحان امتحنك بيه، يعني كل محاضره هذا لازم امتحنك، لان انا ما عندي مو مدرسه انا حتى اقول لك يا بقوم فلان انت شو محضر، ولا بمحد حتى انا اعرفك، انت بعيد علي، بمن الزمك؟ الزمك بالامتحانات. تريد تغش غش، مو مشكلتي، مشكلتك انت، انا اللي علي اخذت فلوسي احكي لك اياها، انا رجال احكي الصراحه، انا اللي علي خليت الفلوس بالجيب، تلتزم ما تلتزم هاي مشكلتك، انا ماركو هذا ضميرك يلزمك. زين، ضميرك هنا وتعبك وتعب اهلك انت اللي راح تحدده، مو انا اللي راح احدده. انا اللي علي انزل لك محاضره، امتحنك، اتابعك، اصحح اخطائك، ومع ذلك انه اتابعك، حتى اتابعك ولي امرك انه اعرف مستواك. ها بالنسبه للطالب الحريص، لا والله المو حريص 3 أيام 4 من الدوره يدروشها ويروح. سعر الدوره 150,000 تشمل الفصل الاول والثاني والثالث. تبدا الدوره المقرر هي على اساس تبدا يوم 15/7، واحتمال راح يصير بها تاجيل اليوم 20/7. بالنسبه اللي يريد يسجل بالدورة لطلاب 2021-2022 يرسل المعلومات للمساعد، راح اكتبها المعلومات. زين، واللي هي الاسم والعنوان ورقم التليفون، ورقم تليفون ولي امر الطالب، ومع ايميل، اريد ايميل. اللي طالب اللي ما عنده ايميل ما اقدر اسجله، ليش؟ انا انه احتاج الايميل ادخله عندي بالمعلومات اللي موجودة عندي. اهم شيء ايميل اللي هو انتم اللي بتفتحون به اليوتيوب مالتكم. هاي بالنسبه لطلاب 2021-2022. خلي انهي هذا الفيديو، وراح انطيكم فيديو قصير للدورتين حتى تشوفوا.